الحمد لله الذي من علينا سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم أن نكون من دارسيه ممن تغشاهم الرحمة وتحفهم الملائك ويذكرهم الله فيمن عنده. فالحمد لله حل علينا ضيف كريم الشيخ الدكتور محمد أبو جبل من حفاظ كتاب الله ومن المحكمين في المسابقات القرآنية وممن لهم باع في علم القراءات، فهو جاءنا ممثل على الهيئة العالمية وهو يشرف على تقريبا مجمل فروع الهيئة في أماكن كثيرة، وله من التجربة بفضل الله تجربة كبيرة جدا. وأنتم كما هو معلوم للشيخ الشيخ محمد عبد الله جواد مجالس في القراءات العشر من سوريا، وهؤلاء هم الطلاب منهم جماعة الذين سيتخرجون غدا إن شاء الله وجماعة أخرى من الحلقة الأولى. فتفضل شيخ أعطي الكلمة التي تراها مناسبة لحفاظ القرآن من القراءة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحمد الله سبحانه وتعالى أن اجتمعنا في هذا اليوم المبارك، ونسأله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الله الكريم. عندما يدخل الإنسان حلقة التعليم هو المستفيد الأول، لأنه دخل على قوم يذكرون الله سبحانه وتعالى، تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين. إخواني وأحبائي، هذا القرآن العظيم العجيب الذي بين فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه إن هذا القرآن ليرفع أقواما ويخفض آخرين، هو الحياة التي لا بد أن نحرص عليها، وهو المنهج الذي لا بد أن نسير عليه، وهو المنقذ الذي لا بد أن نحفظه ونطبق ما فيه. القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، القرآن الكريم الذي أنقذ البشرية من الظلمات إلى النور. مهما يتحدث الإنسان في القرآن فلن يتحدث إلا بعبارات شخصية، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث بالقرآن الكريم يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، وفي رواية كبيرة. طيب، عشان هم حفاظ الآن يعني سورة الإسراء يعني. فالأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى، أجر كبير. صوروا يعني إذا أعطاك مسؤول أو قال لك أنت ستحصل على منصب أو تحصل على شيء عظيم أو تحصل على، لكن العظيم هو الله الكبير المتعال يقول أجرا كبيرا. سبحان الله يا إخوان، هل تأملتم؟ هل نظرتم؟ إذن هذا الأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى لا يفقهه إلا قليل من الناس، وأسأل الله أن نكون منهم. فينبغي علينا أن نحرص أيها الإخوة، لا نحرص على تعلم الحروف فقط، وإنما نحرص على التطبيق، نحرص على السلوك، نحرص على الفهم. لأن رب أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز القرآن تراقيه، فينبغي أن نحرص أن يكون هذا القرآن منهج حقيقي لسلوكنا وأخلاقنا وتصرفاتنا. الصوت ما هو واضح؟ وتصرفاتنا أيها الإخوة، هذا السلوك الذي نعمله ونقوم بفعله سيمر معك في كل يوم،
وأنت ماشي في السيارة، وأنت جالس أمام التلفاز، وأنت في العمل، وسيحصل من البون الشاسع بينما بين واقعك وبين ما تتعلمه. وهنا عملية الذكاء والفهم. هنا يستطيع الإنسان أن يتدرج بهذا القرآن ليصل كل يوم إلى ما هو أفضل. وليس من الصعوبة بمكان أن يطبق الإنسان القرآن أيها الإخوة، لكن لابد أن نفهم كيف نطبق. أن هناك أناس قد يفهمون التطبيق على هواهم وعلى منهجيتهم، لا، التطبيق على ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأقول لإخواني وأحبتي، إن تطبيق القرآن يبدأ من الداخل، من القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي؟ والله سبحانه وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما هناك هداية للقلب ولا هناك منفعة للقلب إلا بالقرآن، ما في غيره. ولذلك ابن القيم لما يعلق في أبياته ويقول: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. فإذا صلح القلب، ولا يمكن إصلاح القلب إلا بالقرآن أيها الإخوة، تأمل، تدبر، تقرأ الآيات وأنت تستشعر حلاوتها، تقرأ آيات الوعيد وأنت تخوف نفسك، وتقرأ آيات الرحمة وأنت ترجو من رحمة الله ما ترجو. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. تتأمل الآيات، تتأمل الآيات. إن للمتقين مفازا. تتأمل، تقرأ، يختلط هذا القرآن بدمك، بجسدك، بقلبك، وإذا بهذا القرآن يؤثر على جوارحك، على سلوكك، على تصرفاتك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب. إخواني، القرآن العظيم الذي بين أيدينا هو كنز، وكلما ازددت حفظا وقراءة ازددت علاقة بالله سبحانه، وكلما ازددت حفظا وقراءة وتدبرا أصبحت تعيش مع القرآن. وإذا بحواجز بينك وبين البشر هي غير مرئية، لكن النور الذي في قلبك هو الذي يراها. فإذا أصبح هذا النور بين جوانحك نقل هذا النور إلى الآخرين فتأثروا، وأصبحت داعية بالقرآن من خلال سلوكك وأفعالك وأقوالك. أخي الحبيب، ينبغي علينا أن نحرص على هذا القرآن، لا نحرص على حروفه فقط، بل نحرص على حروفه وحدوده والعمل به. ولذلك عندما تنظر إلى الأجر العظيم المترتب، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى وإيش؟ ورتل. شوف، فإن منزلتك يا الله، ما هذه المنزلة؟ عند آخر آية تقرأها علو،
وفي الدنيا يقول إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما. إذن هو علو في الدنيا وعلو في الآخرة. أين من يفهمون هذه المنهجية؟ أين من يفهمون أن القرآن عظيم وأن من يعمل به يرفعه الله في الدنيا والآخرة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من العاملين بالقرآن، وأن يعيننا على أنفسنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذا المعهد والأستاذ الكريم، وأن يوفقكم جميعا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعتذر عليكم من الإطالة. شيخنا الله يفتح عليك، نريد نلقى في المجلس، نسمعك من الشاطبية القرآن، عارفين الغدوة إن شاء الله، لكن نسمعك من قراءة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الشيخ أبو محمد القاسم بن فيه الروح بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي الضرير المولود عام 538 والمتوفى عام 590، في قصيدته الموسومة بحرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع والمعروفة اختصارا بين القراء بالشاطبية: بسم الله الرحمن الرحيم، بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن الرحيم وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا، وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا، وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا، وقارئه المرضي قر مثاله كلترج حاليه مريحا وموكلا، هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا، هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا، فما ظنكم بالنجر عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، علاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا، جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدد زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلا، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. بارك الله فيك، ما شاء الله متقن، ما شاء الله، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. نسمع مقطع من المروان. أنا سيدي، أنا القراءات العملية وصلنا أفردنا القراءات كلها، بقينا إلى آخر واحد مازال علينا حمزة، ابتدأنا بقالوا ثم قرأوا قالوا معاصف السنة الماضية،
قرأوا ختمة كاملة بقالون مجتمع مع عاصم. وهذه الفكرة يعني لأجل أنه نحن في تونس نقرأ بقالون ويحفظون بعضهم بحفظ. فالآن الطلبة هنا الأخوة الآن اللي يتخرجوا فبيدرسوا في المدارس، فالذي يأتي يحفظ بحفظ يقرؤونه بحفظ، والذي يقرأ بقالون يستطيع أن يقرؤونه بقالون. فدمجنا المدارس عندنا لا فما حفظ فما من قالون فرق قالون، لكن يوجد من يقرأ بحفظ. فدمجنا القراءتين مع بعض وقرأوا ختمة كاملة بقالون وعاصم كامل، فالآن هم يقرؤون بهذا. وبدأنا بعدها بإفراد، بعد قالون بدأنا ابن كثير ومجعفر، أخذنا ابن كثير مع مجعفر ثم أخذنا البصريين أبو عمرو ويعقوب، ثم أخذنا عاصم من الشامي عاصم لنا، أخذنا الشامي وخلف العاشر والكسائي، وآخر شيء أخذنا ورش أخرناه في الأخير لأنه صاحب طول، بقي علينا الآن حمد صاحب طول وأنتم ترغبونه. نعم صاحب طول وطول أنفاس فهم يملكون الكروش لأجل ورش لأنه كروش بالهواء طبعا معروف. طيب فالآن هنا الشباب يقرؤون الفاتحة وأوائل البقرة بكل ما قرأنا يدربون. مين يحب يبدأ؟ ده لا هذا قرأ على القراءة ما سامي يلا فاتح أي من الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليهم غير صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هو الوجه الأخير؟ هذا يعقوب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فيه هدى للمتقين فيه هدى للمتقين فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون عليهم أأنذرتهم
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. التسهيل قريب التسهيل كيف؟ أول الأخرى بكثير توسط سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء عليهم في حد واقف عليهم سواء عليهم أأنذرتهم سواء عليهم أنذرتهم مين هذا؟ هذا شو؟ عليهم ماشي هذا رويس ويعقوب وروح شو يعني؟ أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هلا لو حفظ مع المقطع موجود هذا ما موجود هذا نحن الوقت يسمح لك هون كل واحد نعمل له شهد فيه. طيب يا شباب مالكي أول ما بدأنا ما الشهد في مالكي؟ طيب هذا من الشاطبية من الدرة. طيب نمشي قدام صراطة وعند صراط بحيث أتى. طيب ورويس بالسيني طيب عسل. طيب عليهم إليهم حمزة تمر مو جميعا لا هو الدرة نحن ما عندناش حمزة تمر أنا ضموا في ال والضم في الهاء والليلة عن الياء انت سوى الفرد لا لا وانت زل طابة هذيك بيجي معنا بعدين. طيب اللي الصلة سنظرنا ميم سمعك ونم تعرف كديرا قارون بتنفيذ الجلال. طيب وبالدرة أصلا قرأ البيت كله غير سنظرنا ميم سمعك أصلا تمام أصلا. طيب الوصل بين السورتين وصلنا بين السورتين فصاحت وصل الوصف تكون جريان محصرة. طيب مين اللي يوصل بين السورتين؟ الإمام حمزة اللي قرأناهم تو خلف العاشر ما عندنا نحن بس اللي يوصل اللي قرأناهم. طيب وورش ما شو عنده؟ وصل الوصف تكون جريان محصرة اللي وصل بينهم بسمة وصل سكت وبسمة وصل البسمة يعني وصل سكت ودون بسمة وثلاثة البسملة. طيب وأبو جعفر إيش عنده أبو جعفر؟ يتبع لنا قالب يوافق قالب. طيب وش الشاهد؟ وبسملة وبسملة بين سورتين أئمة. طيب قرأنا إحنا بالأحد شاهد المد قصر بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إذا ألف إذا ألف أو ياء بعد كسر أو الواو عن ضم النقي الهمزة الطويلة فالقصر الذي يضم طالبا بقوتهما يرويك ضرا ومن الضرا ومدهم وسط ومفصل. طيب الإبدال يؤمنون
السوسي. السوسي ويبدل من السوسي يكون مسكن من الهمزي. طيب ورش. جواب بقي خلاص شو هذا؟ من الفاء همزة. ورش نوري حرف مد من. مسكنت فاء هل تقول فاء من الهمزي؟ من الفعل همزة فورش الوريح حرف مد مبدل. طيب والنقل حرف الورش شو اللي ساكن نافل صحيح بشكل همزي وحذفه. طيب وماذا آخر؟ الصلاة تفخيم الصاد اللام عند المسألة ورش ورش فتح لام السلام عليكم. عاود شهد الصلاة سمع وبذات الفتح والخلف لتجمل. ايش معنى وبذات الخلف فتح لتجمل؟ هشام هو الوجه الثاني في هو التحقيق. طيب بيت تحقيق باب ما شهد الادخال ومدك قبل الكسر والفتح حجة بها حجة بها حجة بها لذ. طيب وين اللام؟ حجة في اللام. طيب طيب ذكرنا احنا اهل سماء بس اهل سماء من الدرة مثلا حد يسهل الهمزة الثانية الإمام رويس رويس بس رويس بس رويس وابو جعفر ما الشاهد لرويس وابو جعفر لثانيهما حق يمين وسهلا بمد الأتى سهلا بمد الأتى. إذن أبو جعفر سهلا وشاهد رويس قلنا بالتسهيل لأنه خالف وحقق يمينه يمينه يحقق معنى رويس يوافق أصل. طيب ما الشاهد عدم الإدخال بين الهمزتين لرويس بما أنه هو وافق أصله وافق أصله أصله من الشاطبية هو أبو عمر يسهل بإدخال والقصر في الباب. إذن هذا شاهد عدم المد لرويس بين الهمزتين. طيب إيش آخر كم عدد المتخرجين الآن؟ نحن عندنا الشباب اللي هنا معهد الإمام الصفاقي خمسة تخرجوا هذه السنة بقرب قالون وعاصم ودخلوا السنة هذه في طبعا هذه السنة في بداية يعني الإفراد السنة هذه السنة الأولى في القراءات يعني وصلنا الآن إلى ما رأيتم بس بقي علينا حمزة فقط وحفظوا طبعا الشاطبي القسم الأصول مع فرش البقرة حتى يبتدي في السنة القادمة إن شاء الله يبدأ فيه في جمع في جمع القراءات جمع كامل. الآن كل ما نقرأ مجموعة نحن نقرأ كل ما عليها كل ما وصلنا إليه نقرأ في بكل قراءة مجتمعين وتخرجوا خمسة قبلها في معهد آخر والتحقوا بين السنة هذه في نفس المعهد يعني تقريبا عندنا 10 طلاب اللي في القراءات إن شاء الله تعالى إن شاء الله مهنة سنتين أخرين إن شاء الله تجوا تجوا مرة أخرى تجوا إن شاء الله نخرجي إن شاء الله ربي إن شاء الله يوفق. هذا رجعتنا المعهد الصبيح عند المعهد المسائي مع الشيخ عبد الشلال 30 موجودين معه وهم في نفس العقراء والإشان ثم بعد ذلك الإجازة إن شاء الله لنصف شيء الآن صورة النساء النساء لكن على درجات الله ليسوا على كل من مستوى واحد من درجات يختلفون يعني مستويات يعني منهم ما زال يزعم ومنهم من دخل في البقرة وهذه العمراء ومنهم في النساء ماشيين يعني ترتيب مدرسة يعني مدرسة الشيخ محمد سكر نفس المدرسة بنفس الترتيب بالقانون
هذا هو يعني أهم شيء الإتقان. بعد الإتقان ما ندخل بعد ذلك بالقراءات. نحن مركزين شيخ معهد الصباحي مع شيخ محمد جواد يرويكم العام الأول ختمة كاملة برواية القانون كما هم الآن في رواية قراءة عاصم ورواية قانون، وهذه هي الأفضل ترى. نعم العام اللي بعده إذا اجتمع أصبح مشكلة. والعام اللي بعده يكون عام الجمع، لكن يأخذ أول شيء الإفراد ثم بعد ذلك يأخذون فصل من البيت من الشاطبية، يقع يعني تدريبهم على الإفراد في متعلق بالرواد القراوي، ثم في المرحلة العام اللي بعده يجمعون القراءة. السؤال ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ بعد الشغل بعد القراءة العشر؟ بعد ما ينتهوا هؤلاء من القراءة العشر من القراءة العشر ماذا بعد؟ بعدها العشر الكبرى. طيب طبعا أستاذ بالنسبة لل يعني هذه المادة المواد، هناك مواد أخرى بالإضافة للجامعة الشيخ يقصد ماذا لماذا ستربطونه بعد ذلك؟ يعني خلاص تخرج ماذا بعد؟ هم الآن قبل ما يتخرجوا ما شاء الله يعني الحمد لله نحن بلدنا خصبة يعني الآن بلدنا تحتاج إلى مقرئين ما هم الآن لم يجتهد بذور نحن في جامعات يدرسون والمساجد في نظم يقول أين نحن الآن يا إخوتنا ولماذا نحن أصبحنا هنا أين ما يمكن أن نبلغه وبماذا تنبني خطتنا هل وصلنا للذي نقصده أين نحن الآن يا إخوتنا مدري فهمة القصة نعم شيخ أنا ناعم يعني أيوة يعني لكن حط معك فارق الزمان والمكان أنت في تونس يا شيخ ونحن نعمل في إطار ما هو متاح لنا وفي إطار متطلبات تونس ممتاز. تونس يا شيخ تحتاج إلى قراء وحفاظ الأئمة والذين يؤمون الناس عجائب وغرائب سيصلي إن شاء الله أن نعزمه على صلاة اليوم المساجد هذا الخلل في ناحية تصحيح التلاوة ومن مسألة القراءات يا شيخ نريد أن نستكمله في هذا المعهد ولا وخطتنا أن نبني وأن نزرع بذورا الله عز وجل هو الذي سيحيي بها القلوب إن شاء الله يا سلام أنا أقصد يعني هذه البناية قبل ما تبنى جابوا لها مخطط بسيط وجاء البناء حتى وصل وعندي فكرة يمكن يقولها أسوي الدور الثاني والثالث والرابع والخامس فإذا لم يفكر في هذا البناء لن يضع القاعدة إلا على دورين فقط لكن لما يكون عنده آمال وطموحات لابد أن يضع القاعدة على حسب التصورات لابد أن نضع يعني هؤلاء هم طلاب الآن بكرة سيصبحون مكانكم فإن وصلوا إلى ما وصلتم إليه فقط يعني سيتأخر العمل لكن إذا كان هناك بناء لهم والله يا إخوة ترون نحن يعني دائما الإنسان عنده طموحات يعني هذه الطموحات هي التي تكتب وتبنى خلينا على حسب الظروف نجهز 10% الآن لكن أنا عندي 100% موجودة العين عليها إذا تهيئت الظروف كبرت 100% لكن خلينا نشتغل يعني أنا كما يقول الشيخ أنا عندي ما عندي إلا 3 أحفاظ عندهم القراءات خليني أضع هدف أن يكون عندي في تونس 1000 حافظ متقن للقراءات وضحت الصورة؟ وهؤلاء 1000 ليس من تونس العاصمة وإنما أيضا فيصبح عندي الهم كبير الهم هذا كبير على الهم أنا بشتغل خلاص يصبح اللي أمامي عارفين خطتي أنا ذاهب فيه شوفوا يا شباب أنا أعلمكم وأسلمكم أمانة أمام الله عز وجل أن تكونوا غدا وهذه تكتب بالإجازة لكن لما أنا أحفزهم على طول يدخل الواحد وحامل الهم هذا حامل الهم معك بكرة لو قدر الله علينا مشينا كلنا نمنا متنا صدقي إذا في جيل الآن بلغناهم وحملناهم الأمانة الكبيرة العظيمة هينطلقوا أم إنهم كل واحد يروح بس ذو وفي النهاية يتخرج من المعهد أنا ما عنديش ما آكل ولا أولادي وراح أشتغل أي حاجة وترك القرآن الكريم صح ولا لا ها
اول ما يخرج من هنا صح قراءات وعلى عيني وعلى راسي، كلنا نحتاج القراءات ونحتاج القراء ونحتاج المساجد. لكن انا عندي تجربه، انا كنت اكلم الشيخ، الشيخ رايح عند فين؟ رحت فين يا شيخ؟ ليه مو والله رحت ها؟ الفكره متواصل الاحداث هذا السياق بالعربي. ايوه هذا كلامي، انا كنت جالس مع الشيخ عبد المجيد الزدان في كليه جامعه الايمان، وكان الطلاب اللي يطلع من عنده قال انا بطلع بشهادات. سبع سنين يدرس الجامعه ما يطلع بشهادة، طيبين نروح يشتري خباز يا شيخ. وجلسنا معه في نقاشات وحوارات حتى اصدر لهم شهادات، ولما اصدر لهم شهادات اصبح عندهم ما يتقوتون به، واصبحوا الان متميزين علما وعملا. هذه الصورة واضحة؟ تمام تمام. كل ما تتفضل به إن شاء الله إن شاء الله أبشر أنه موجود. أيوة. الشباب الآن لما ختموا يمكن أو قدامك يذكرون لك لما ختمنا، كان ربي كرمنا في الجامعة 5 حملتهم مسؤولية كلهم يبكون، هذا الأمام أقول خرجوا وهم يبكون. صح. حملتهم مسؤولية قلت هذه أنا أعطيتكم الآن هذه سلمتكم هذه الأمانة وأنا أجزتكم. ومش اجازتك باش تاخذ القران وتجلس به ولا تقرا به. هذا كله الحمد لله ان شاء الله تعالى في الفكر الى بعد نكر الشيخ صراحه الفكر عم يفكرها بالفكر اللي يفكر فيه فما افكار كثيره. لانه شيخ والان الحمد لله صدقني حاملينه في 200 صفحه. اول ما بدانا المعهد عملنا له خطه استراتيجيه الاعداد وتخريج الدعاه والقراء ويعرف ايش المعامل. وبنفس الفكره هذه وجدنا يا شيخ هو اكبر عائق في تونس صراحه، ربط هؤلاء بمجال عمل رسمي، عمل اجتماعي، جمعيات، قراء، وزارة الشؤون الدينية نعمل معها اتفاقية قد يكون موجود. أما أنه بالطريقة اللي على أهل المشرق وغيرها شيخ كنيات ضعيفة. لا تقول أنا كنت في تركيا، أنا بس تركيا إمكانياتها جيدة. لا من فين؟ من أول ما كانت جيدة. فقابلنا المحامية التي قادت السفينة الحرية مرمى. الحقيقة أن لما جلسنا معها وإذا بنا كلنا القيادات هذه الجد طلعنا ما نسوى معها ولا جزء من الله لما عندها من الأمن شوف الله ولما عندها من الاجتهاد. تقول كان عندنا النظام للجمعيات الخيرية ما في نظام، فوضعت نفسها خطة لثمان سنوات على أنها تدخل النظام في الدولة. شوف أنت الآن تقول لي ما عندنا، لا يا أخي اسعى ترى العمل الخيري. العمل الخيري خذوها كذا قاعدة، أي عمل خيري بغض النظر القرآن جمعية خيرية هي اسمها المجتمع الثالث، وما تستغني عنه دول من الدول كافرة مؤمنة مسلمة ما تستغني عنه. لذلك تجد في أمريكا، تجد في إسرائيل الآن 42,000 جمعية خيرية. أنا دارس ترون هذا دراسة 42,000 جمعية كلها لأنها ما تستغني، فمن خلالها تغير القوانين سبحان الله. لماذا؟ لأن كلما كان هناك شغل، يعني اعتبروا أنكم الآن كم منكم قبل ما كنت شيئا صح؟ الآن هذه المجموعة، المجموعة لو حفظت كلها هذه العشرة لو حفظوا عشرة المترابطات هذه الاجتماعية ستصبحون ملايين إن شاء الله. فهذا الهم الموجود يا إخوة هو الذي سيغير. لا نجلس بس نضعف أنفسنا ولا يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ليس المراد بالقوة هنا أني أهادي الناس ولا لا 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 أخذ بقوة لذاتي، بقوة في إيماني، بقوة في منهجيتي، لكن مع الناس باللي والحكمة والأسلوب الحسن. ما وجدت مثل منهج محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله في الدعوة. اللين الحكمة الرفق واللين ما في. هذا اللي يتعاملون بالعنف والقتل ما عمرهم نجحوا في الحياه ابدا.
ما نجحوا ولا نجحوا، لأنه أي إنسان يأخذ بالعنف يرد عليه بالعنف. خذوها يا أخي قاعدة في الحياة، وأكثر الناس سلبية هم من يستخدمون الدعوة في الأسلوب الخاطئ. هذا القرآن فيها لو كل مناهجه يعني حتى مع الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم يزور يهودي في منزله، يهودي وجار، فعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضن ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال أبو قطع أبا القاسم. ما قال له أقطع أبا القاسم لأنه كان الرسول يعنفه، أنت يهودي ما كان الرسول يستخدمه اللطف الوجار والحكمة والأسلوب الحسن. قال له أقطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فأسلم الولد الشاب هذا ولم يركع لله ركعة ودخل الجنة. ما يحصل هي تصرفات شخصية، الواحد يرى أنه بس كذا. هذا ارجع لسلبية نحن البشرية، لكن من أجل منهج سليم واضح الأسلوب الحسن والحكمة الطيبة. ولذلك ينبغي علينا أن نفهم القرآن يا أخوان، وأنا كنت أركز في كلمة من البداية على هذا الفهم. الله يعطيك دعم من هؤلاء. الله يعطيكم خير. أقول لك بالصحة. نعطيك شيء خير، أنت تحط الرقم. لو قاعد فارغ أنا ما عاد ما في شيء يقصد يعني. ما قصدنا. أنا أحب المزاح. ففهمتم يا إخواني؟ فأنتم يعني هذه الأمانة يوم أنا ما استلمت الإجازة غريبة، أنا عربي وأخذ إجازة على واحد أفغاني، يعني هذه حاجة غريبة. أنا تسلسل حقي 27. أي نعم سند مجازون حضرتكم. نعم ما شاء الله ما شاء الله. أنا هلا يا شيخ بالله أسمعنا مقاطع تسمع إن شاء الله. لا معلش لا خلينا نحمس بآخر. طيب فأنا أقصد إخواني يعني درست عن يعني جانا واحد افغاني اسمه عبيد الله الافغاني، كي سمعت عنه كان يدرس في الروضه في المدينه المنوره. هذا الرجل من العجائب، عجيب من العجائب في الحياه، يعني اللي اخذوا عليه اجازات يمكن 300 ما شاء الله. ايوه لانه كان صارم، لكنه شوف جاي من ودرس على مين؟ درس على واحد من المنطقه اللي انا فيها قبل ما يقارب من 150 سنه، يعني وجاء إلى نفس المنطقة وإذا نزل نحن. يعني تصوروا الأجر العظيم المترتب على هذا السلسل بالله. بالرغم من أنه أعجمي. أعجمي؟ لا. وكان يسألنا في اللغة العربية ونحن نخطئ العرب. ما يصير غريب ما نسيبه وين أعجمي. أعجمي. فقال مرة كنا جالسين ومعنا دكتور في اللغة العربية، قال من يعرف وكيله يا رب؟ طبعا وعنده علم الساعة وعنده علم قيل جثر الله، وفي رواية وقيله وقيله ها؟ وقيله وقيله. يعني في جلس وجلس جاب لنا عدة الأوجه. مين تعلم هذا الإنسان؟ أين تعلم؟ فأقصد العلم يا إخوة والتعصيل هو الذي يبقى. يا ما جاء يعني جاءت علينا المثل جرافات وجات علينا المدري، ولكن عندك تعصيب امتحانات وتجارب وفتن. اللي ما عنده تعصيب يروح على طول. انا اول ما جت الثوره انا دخلت درس وكان همي القران على فكره، يعني جيت اتلمس اين اقدر انا استطيع اخذه تتحسس. ايوه ابغى. فعلى طول رحت سيدي ابو زيد. اي وجدت معهد هناك عند الناس لسه ما اكتمل، ولكن ما شجعوني، اعطيتهم اوراق. انا انسان منهجي، يعني اعطيك اوراق عبيها عشان نمشي على منهجيه واضحه، لاني اعرف ماذا سيكون بعد سنه من خلال الاوراق. نتفق انا وانت ونبدا نشتغل. اما الكلام الخابط هذا ابشر ابشر عيني عيني، يقول لك من اعطاك كلام وقال لك اشتري لي اشتري له كلام وقول له اسفي. ايوه لانه لا
يعني انا اشتغل بمؤسسه يا اخوه هذا شغال هذا سكر خلينا نقول هذا سكر جبنا معترضه يا شباب.